بكل محبة وبكل شوق بطل عليكم مشاهدينا وبرحب فيكم عبر شاشة الراي وبرنامج المرأة ستايلك. جمال أناقة شياكي وكل جديد بالموضة رح نتعرف عليه ونطرحه عليكم بطريقة صحيحة حتى تواكب العصر بسهولة. منشوف سوا مواضيع حلقتنا لليوم. في حلقة اليوم من ستايلك خبير العطورات والبخور رشيد المسلم وحوار حول العطورات الدارجة لهذا الموسم، خبيرة التجميل منى حمود وحوار حول أنواع المساجات المختلفة وفوائدها، تعرفي على ماهية قناع الذهب وتألقي به كالملكة، معرض بيوتي سبوت تجمع لكل ما يهم السيدة المهتمة بجمالها وأناقتها. The Beauty Spot Expo معرض ملم لجمال المرأة، واليوم نحن متواجدين مع كاميرا ستايلك ورح نغطي هيدي الفعاليات سوا. تعوا معي تنشوف شو هي هيدي الفعاليات. وبجولة المعرض انجذبنا بالألوان والأشكال يلي نحن فيها وعالم الإكسسوارات مع مصممة الإكسسوار فرحة اليعقوب. مساء الخير. أهلين، هلا فيك. هلا والله فرحة. يعني بالفعل إنه نحن انجذبنا هيدي ألوان ومثل حديقة أو عالم تاني، يعني كأنه بحار. عم شوف هيدي الألوان كتير قوية بمكانك. إينا. بداياتك كيف كانت حتى أنت مختارة هيدي ديزاينات وعم بلاحظها كمان إنها ضخمة؟ طبعا في البدايه انا احب البس العقود الكبيره، وطبعا انا سافرت الى شرق اسيا وشفت كذا، شفت الاحجار الطبيعيه اللي عندهم اللي شيء خيال صراحه من جميع الالوان. وطبعا خذيت وتعرفنا على شخص ما هناك في المصنع وجيت على الكويت، وطبعا قعدت ارسم الديزاينز واركب هالاحجار بهالورود هذه. او طبعا كل عقد تقدرون تشوفونه على، يعني كل عقد شكله غير، بس حاولت ارسم واركب الاحجار عليها وبس. هاي فكرتي يعني، لان انا احب العقود مع الاحجار الكريمه. يعني الضخامه هل بتعيقك هون بالكويت بالنسبه للاذواق، او مثلا بالموضه اللي نحن دائما فيها بتعيق الشيء بابتكاراتك، ولا بتحسيها انه كثير سهله؟ والله في البدايه انا صراحه انا احب البس هالعقود وطرحته هني حق الشعب الكويتي، واتمنى، وانا طبعا يعني وفرات وايد بهالموضوع وحسيت ان الكل حبه. فالحين بديت هذا اشارك، ان هذا اول معرض لي اشارك فيه، وان شاء الله الشعب الكويتي يعني يعجبها الذوق هذا اللي انا سويته. يعني ذكرت انه في ورود وفي احجار وكونك بعالم البحار والحدائق. نعم. شو الاسباب فرحه انك انت متجهه لهيدي ديزاينات واضحه كثير، يعني انه فيها ورد وفيها احجار بحار؟ إيه حبيبتي، انا احب البحر وايد واحب الحديقه وايد واحب ارسم الورود والاشكال، فحسيت ان احلى شيء اللي يبرز الورود مع العقود. وهي كمان يعجبني رقيقة، إن شاء الله يعجب الورد الناس. رقة كله رقة. إيه كمان إيه بتحبوا المرأة بسرعة. فكرة حلوة فرحة على هذا المجهود، بنتشكرك كثير عليه. الله يسلمك. مشكورة وإن شاء الله بالتوفيق. ما في شك إنه كلياتنا بنحب الشوكولا، وعايشة الجناعي حبتنا أكثر ودعمتنا بالشوكولا يلي هي ابتكرته وصممته. مساء الخير. مساء النور يا هلا. يعني عايشة، أنت عارفة إنه هيدا بالفعل إنه الكل بيحبه والعالم كله رغيبة الشوكولا. طبعاً. خبريني على مجالك، كيف حتى أنت وصلتي لهيدي القدرة إنك تبتكري شوكولا غريبة وحلوة؟ إن شاء الله.
أنا سويت البراون دايموند فكرة روكي رود. إنزين، هي فكرة عالمية طبعاً. أنا أول ما سواها بالكويت طلعت الأوريجينال اللي هو أول نوع، وبعدين نزلت أنواع ثانية ونكهات. الحمد لله، يعني الكاكاو هذا يحبونه الكبار الصغار اليهال الحريم الرياهيل نفس الشيء. بتنقي الشوكولا بتكون شوية غير عن الموجود يعني بالسوق، إنه قلتي لي إنه شوية بتاخديها كتير بتكون يعني بيور شوكولات. اي أنا يعني أختار أجود أنواع الشوكولاتة بخلطتي. إنزين، أحرص إن أجيب المواد الخام يعني الزينة، وأحرص إن دائما أرضي جميع الأذواق، يعني أطلع نكهات حق كل الناس يعني الأذواق. يعني كيف ممكن انك تجددي بالاذواق؟ يعني كل فتره بتنزلي شيء جديد؟ اي بالضبط، كل فتره انزل نوع جديد. عندي 6 نكهات الحين. عندي اللي هن عندي اليامي بينك اللي هي الفراوله، عندي الاوريجينال هذا اول نوع نزلته اللي خلطت الكاكاو مع المارشميلو والبسكوت، البينت بتر اللي هو زبده الفول السوداني مع السيبال، الهيل هذا نزلته برمضان ووايد ناجح يحبونه مع القهوه العربيه. يمكن اتوقع يمكن اكثر شيء عربي عشان الهيل. اي انزين، وعندك الالموند كوكونات اللي هو اللوز مع جوز الهند، وعندي الكريسبي. اي اكثر شيء بتحسي هون بالكويت انه بيحبوه؟ البست سيلر هو الاوريجينال اول نوع نزلته، وهو اكثر الناس تعرفه يعني. وكل نوع يعني لا زباينه اللي ذوقه اكيد. طيب انا كثير بدي اتشكرك عايشه على هيدي الجهود، ولا بقى تزودي كثير بالنوعيات عشان ما تزودينا صحه كمان. حبيبتي حياك الله. شكرا لك. حياك الله. بكل مطرح منوصل له عم بيجذبنا شغلة فيها، وهلأ نحن انجذبنا بعالم العطور والريحة الطيبة، ورح نستقبل سوا مصمم العطور مبتكر العطور السيد عبد الرحمن السعيد. مساء الخير. مساء النور. مشكورة، ما قصرتي ومن ذوقك هذا صراحة. أخ عبد الرحمن، يعني هيدا المجال كتير صار حاليا في منه، بس كمان بنفس الوقت قليل، يعني بلشوا يبتكروا وبنفس الوقت نسبتهم قليلة بالتصاميم. شو السبب؟ هل إنه بتلاقي هيدا الموضوع صعب، أو إنه بده هواية أو حاسة بالنسبة لدخولك بهيدا المجال؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، قبل أن بلش أنا أحب أشكر القائمين على هذا المعرض، إن أتاح فرصة حق الشركات الصغيرة وحق المشاريع الصغيرة لعرض منتجاتهم، والشكل كذلك موصول لقناة الراي لتغطيتها الإعلامية. في البداية طبعاً هو كل مصمم له الحقية في اختيار أنواع أو في اختيار منتجاته. هي طبعاً يعني بحد ذاتها في أي تصميم أو في أي عطر لابد أن يكون صاحب الشركة أو صاحب العطر هو نفسه عنده حاسية وفن في اختيار نوع العطر، لأن الموضوع يعني ما هو سهل. أن يعني في عمليات مرات يصير فيها خلط عطرين ثلاثة، خلط الزيوت، هذه مو أي واحد يقدر يعني يسويها، لازم واحد متمكن. وعلى مر يعني المشروع هذا الواحد يجرب ويطالع لين إنه يكون يعني ناجح في عملية الخلط وفي عملية اللمسة الأخيرة إنها تكون إن شاء الله ناجحة. الحمد لله إن شاء الله دائما بالتوفيق. مشكورة. عبد الرحمن، بدنا نحكي عن الابتكارات الخاصة فيك. نعم. عم بتقلي قبل شوي إنه عندك تقريبا أعداد على أساس إنه ما تتفرع، بدك تعطيها حقها بالضبط وتكون أنت بالضبط. يعني متفنن فيها. صح. وإلها قيمتها. فخبرنا عن التشكيل اللي عندك. أنا عندي لحد الآن 8 تشكيلات، تشكيلات متنوعة، هذه على الموضوع اللي هو العطور. في تشكيلات يعني تكون شبابية، في تشكيلات تكون يعني خاصة حق كبار السن يعني أكثر، في تشكيلات تكون يعني نسائية بالدرجة الأولى. فأنا يعني شغلي متنوع، هذا على موضوع اللي هو العطور. وهم على موضوع الرشوش، عندي 4 أنواع رشوش. الرشوش هم موضوع متنوع، لأن يعني الواحد إذا كان يعني صاحب مشروع يحب أن الزبون إذا ياله ما يمشي إلا ما أخذ شيء منه، يكون يعني موضوع متنوع وحق جميع يعني الأعمار السنية.
وشامل حق الكل ان شاء الله. نحن بدنا نتشكرك وان شاء الله بالتوفيق عبد الرحمن. ما قصرتي والله. مشكوره ما قصرتي. صحة المرأة لها أهمية كتير كبيرة بالجمال، واليوم معنا ريم القبندي وقديش هي مهتمة بعالم المرأة من الرياضة والصحة. مساء الخير ريم. مساء النور. ريم مهتمة بهيدا المجال. اي. وبدك تقلينا هلا بشو خصصتي مجالك حتى تدل المرأة متابعة بالرياضة وتدل محافظة على صحتها. اوكي، احنا فاتحين مشروع النادي الحمراء ثيرمي، وهو من اي تو زد حق السيدات. نبلش فيه من الرياضة، احنا فاتحين من شهر 2 حق الرياضة ان شاء الله، والصالون كامينج سون على نهاية 12 بداية 1، فاحنا مبلشين من الرياضة، عندنا نيوتريشنست، الصالون اند سبا. كيف موضوع الرياضة عندكم؟ هل هو سهلات مع دائما الوحدة لما بدها تروح على نادي رياضي بتخاف، بتقول بدي ابتدي وبدي صعوبة، كيف الطاقم عندكم؟ كيف الطرق عندكم؟ خبرينا عن الأمور اللي مختصة معكم. اوكي، احنا يعني الحمد لله كل اللي عندنا الترينرز بروفيشنال، عندنا اكوبمنت هم من أول مرة نجيبها بالكويت مثل الأنتي جرافيتي تريدميل، وهم الأجهزة عندنا هي سهلة وبنفس الوقت يعني to attract more the clients ويشوقهم إن to continue. حتى عندنا ال jogging track area اللي هو أول نادي يكون outdoor، ماخذين الروف، فهم إن outdoor و inside يعني كلها حيوية. أي. وحياة وصحة بالفعل. أي. تكون صحة بالضبط. وهم عندنا ال classes منوعين، إن حتى اللي يعني نشجع فيها ال client وتكون معاها ال PT يعني one to one عندنا هالoffer. حتى الحمامات السباحة عندكم كمان شوي مختلفة. صح، احنا ما نستعمل الكلور. حمام السباحة عندنا من غير كلور، فهو يتعقم وذاته كلور every day، يتغير الماء ويتصفى. وحتى عندنا دكتات التكييف اللي هم همن ملوت الاي سي يو اللي ما في زيرو رطوبة، يعني ما تكون رطبة. خبريني عن العصير الصحي. اي، عندنا عصاير راح نوزعها ان شاء الله اليوم. الحين اليوم بلشنا بالبيريز، بعد كذي ساعة ولا ساعتين النوع الثاني، هذين كله احنا مسوينهم غنية من الرئيس بشرافها. فان شاء الله بدون سكريات، بدون غير ولا شيء، بدون الوان، كله طبيعي، فواكه طبيعية. بالتوفيق ريم. تسلمين. وشكرا لك. ثانك يو. هلا مع خبيرتي التجميل نورا، وراح نحكي عن عالم التجميل والمكياج الجديد. مساء الخير نورا. مساء الخير يا اهلا نورا. يعني بالمعرض كله في فعاليات وفي امور حلوه يعني عم بتشدنا، ونحن هلا جينا لإلك وحسينا كمان في شيء غريب عندك او مختلف عن المعتاد، وانتم متبعين مكياج بسام فتوح. خبرينا عن هيدا الموضوع بالكامل. اول شيء اهلا وسهلا. هلا تجربتي مع بسام فتوحي تجربة مثل ما قلتي إنه هي جديدة، لأنه مكياجه أصلاً لبسام فتوح بيكون غير عن المعتاد، عن الصالونات اللي نحنا بنعرفها، عن طريقة الميك اب اللي نحنا معتادين عليها. هو عنده أشياء بصراحة كتير، طريقة الشادو، مزج الألوان، الطريقة الألوان اللي هو بيخترعها أصلاً هي مش موجودة مثلاً، بيعمل مزج للألوان ليطلع اللون اللي بيناسب يعني اللبس ولون البشرة كمان اللي يعني حتى عليها. انتم مكياجكم كمان بسام فتوح والتطبيق مكياج بسام فتوح. أكيد كله. أكيد. نفس المسيرة. حسيتي بهيدا الموضوع انه كونكم عاملين احاطة على موضوع بسام فتوح انه مرغوب كتير حتى انتم ماشيين بهالموضوع، ولا ممكن انه في موضة وفي مكياج بينطرح مكان تاني وانتم ما فيكم تطبقوا كونكم متبعين هيدا المجال او هيدا الخط؟ اوكي انا فهمت عليك. هلا اوكي نحن بسام فتوح، بس اكيد مش يعني بسام فتوح انه هو ما بيتبع الموضه، لا بسام فتوح هو له بس مطلع حاله يعني. ايه اكيد اكيد. هلا هو الميك اب تبعه بحد ذاته هو غريب عن المعتاد، بس كمان بسام فتوح بيتعامل مع الموضه وبشوف شو الاشياء اللي كثير داجه وشو الاشياء اللي عم تشد الكوستمر، لانه هو بيطلق موضه من طبعا عنه. اكيد. شكرا لك نورا على هيدي المعلومات. من بعد الفاصل، خبير العطورات والبخور رشيد المسلم وحوار حول العطورات الدارجة لهذا الموسم.
من قديم الزمان والعطور لها قيمة عند المرأة ومرتبطة بالجمال والذوق. اليوم رح نستقبل السيد رشيد المسلم مختص في صناعة العطور ورح يكون حديث كتير شيق عن عالم العطور. مساء الخير. مساء النور، يا هلا وسهلا فيكم. انا احب اشكركم واشكر تلفزيون الراي، قناه الراي، على استضافتي، وان شاء الله كثر ما اقدر اوضح لكم اللي تبونه ان شاء الله. طبعا نحن كمان بدورنا اكيد رح نتشكرك على العطور والريحه الحلوه اللي عمت الاستوديو كله. شكرا لك على هيدي العطور رشيد. حاضر. طبعا عالم العطور كتير متفرع وكتير يعني له ارتباط بالمرأة بشكل مش طبيعي، حتى كل الأشخاص، حكم إحنا موجهين الحوار للمرأة. احكينا عن بداياتك ومعلوماتك والخبرة اللي اكتسبتها بهيدا المجال. طبعا عالم البخور مثل او العطور، والعطور خاصة العطور العربية والدهن العود والبخور، طبعا عالم كبير. يعني لو احنا بنتكلم عن كذا نوع من انواع العطور، ما شاء الله يمكن تعدي 60-70 ألف نوع يعني من انواع العطور. تخيلي الكرة الأرضية كلها ورود وكلها الأزهار وكلها غابات البخور، طبعا هم منتشرة. يعني تميز الغابات البخور في شرق آسيا، يعني عندك الهند والصين وكمبوديا وبورما وتايلاند ولاوس وفيتنام، دول كبيرة. يعني حتى ماليزيا وإندونيسيا يعني فيها يمكن كذا غابة، يعني كل غابة تطلع نكهة. يعني ما شاء الله الـ وين واحد يلحق، أو وين الـ المرأة تلحق أن تقول أنا أبيها النكهة وأبيها النكهة، لأن ما شاء الله عالم عود عندك. يعني سبحان الله البخور نفسه هو اللي يستخلص منه الدهن العود. يعني إذا شيرت بخور مثلا هندية، البخور نفسه يطبخونه بطريقة معينة ويطلع دهن العود. احنا نسميها نكهات، نكهة، ما نسميها ريحة أو شيء، نسميها نكهة. النكهة مثلا الـ يعني تختلف سبحان الله على طريقة الأرض. الأرض شنو هي؟ يعني إذا كانت حلوة الأرض طلع ريحة حلوة. إذا كانت الأرض يعني معروفة الشرق آسيا وخاصة الهند أرض سبايسي، بهارات، زين، فريحة البخور تطلع ريحة سبايسية ثقيلة شوي. يعني بالنسبة للنوع من أنواع الورد، الورد طبعا وايد، منها الطائفي، منها الفرنسي، منها الجوري والكادي والأشياء يعني كبيرة. يعني لو نتكلم هو عالم، نحن قلنا أنه رح نفوت بأعماق عالم العطور لأنه بالفعل هو عالم لحاله، وخبرتك رح نستفيد منها. عم نحكي هلأ عن الورود وعن الطائفي، قلت لي فخبرنا عن هيدا النوعية من البخور، ونرجع نتعمق كمان بموضوع. تمام. طبعا إذا تقصدين البخور اللي هو اللي شف مثل ما شفتي توك، هذه هم يعني كميته كبيرة، بس إنه يعني المميز في دول الخليج وخاصة نحن نتكلم عن الكويت، يعني المعروف أو المشهور اللي هو الهندي، الكمبودي، البورمي، لأن قبل بالأسفار، ما الأسفار كلها تجار الكويت يعني دائما يروحون الهند، يعني دائما يروحون الشرق آسيا عشان يبون تجارتهم وكذي، الغوص مع الغوص، فتعلموا أن هذا البخور هو الزين. ولكن في أسامي وايدة، يعني في طلع أماكن كثير كمان، يعني في أنواع البخور كثيرة، بس اللي تفرق انه مثل ما قلت لك، هذا شنو يفضل وشنو احب، ريحه ثقيله، ريحه خفيفه، ريحه سويت، ريحه طبعا كل دوله تتميز. يعني على حسب، مثلا الهند ريحتها ثقيله، البخور مالت سبايسي يصير، عندك الكمبودي يصير سويت ناعم، عندك البورمي سبحان الله يخلط بين الهندي وبين الكمبودي، يعني ياخذ من الصوب. يعني هالبلدان هيدي كلياتها المتفرعه، وانتم بتبتكروا لنا هيدي العطور، فنحن بدنا نعرف علاقه هيدي العطور الثمينه والقيمه والصعب الحصول عليها، شو علاقتها مع المراه؟ طبعا انا قبل لا اجاوبك على هالسؤال، انا اتميز في هذا الشيء اللي قلتيه انت،
يعني انا البخور والعطور والدهن العود اللي عندي اللي يسمونها القديمه، يعني انا ماني في السوق الحين، او انه يعني اتميد بالليمتد اديشن، يعني الشيء القديم انا احب احتفظ فيه، يعني بخوري او دهن العود اشياء قديمه عندي يعني من فتره من زمان سنين يعني، وهذه طبيعي ان تزيد سعرها، يعني اي شيء قديم وانتيك زين هذا اي هذا يرتفع سعره أكثر. والمراه سبحان الله تحب تتميز في هذا الشيء، يعني دائما اللي انا يوني او انه في معارضي او انه في اتصالات، وخاصه من نسبه زبايني، يمكن ما اقول زبايني اقول يعني من ربعي واهلي وناسي وكذي، الاكثريه بنات زين، دائما يحبون ان يقولوا لك نبي شيء ما حد شمه، او نبي شيء ما حد حطه، او نبي شيء طيب 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 حالي. فالمراه شويه ذوقها يعني يبي لها الاشياء النادره والصعبه المنال، ايه يمكن يبي لها شوي يعني سعه بال، يعني ما شاء الله وجريئه، يعني اذا ما عجبها تقول مو حلو، يعني يعني دائما اتي وتقول انا ابي الريحه الفلانيه عندك ولا ما عندك، يعني اذا قلت لها عندي خلا اجرب اوكي، ودش بالتفاصيل وتشرح وانا ابي كذي وابي كذي، فما شاء الله يعني هم قاعد انا اتعلم منهم، احيانا اتعلم من المراه الكويتيه او اي. كيف ممكن تتميز استاذ رشيد بالعطر المرأة، يعني كيف ممكن تتميز في كونه هي بتحب الأشياء النادرة الأشياء الصعبة، وانت عم تصنع العطور او بتبتكر العطور المميزة، كيف ممكن كل مرأة تتميز بالعطر الخاص فيها؟ صح، يعني المرأة دائما باختصار دائما تقول انا ابي شيء اذا حطيت انا ما حد يحطه، هذا شيء خاص فيني انا، وعشان كذي انا هم اصمم عطور شخصيه، يعني مثلا لو تجيني وحده او تطلب مني عطر تقول لي انا ابي هذا العطر ابي كذي 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 تسوي لي اياه، هي تعطيني الافكار زين، هي شو تحب، مثلا قالت انا احب الكادي زين، انا اصمم لها عطر على دهن عود وعلى خلطتي انا، بس فيها من نكهه الكادي فيعجبها، يعني صحيح انه كل مرأة ممكن نعم تتميز بعطر خاص لها. هلا بكل موسم عم ينطرح عطر جديد، فهيدا الموضوع كمان بدنا نتطرق عليه رشيد، بكل موسم شو له قيمة العطر وتجديده؟ 100% يعني انت يعني المرأة دائما تحب تتجدد، يعني في كل شيء اللوك مالها كله يعني يتجدد، يعني انا ما اتكلم عن فقط العطور او تخصصي، يعني المراه ما شاء الله تحب تواكب اي شيء ينزل جديد، اي شيء وهي اساس الموضه، يعني لو مو هي يعني اساس الموضه كان وقف السوق، يعني كله ما شاء الله يعني اي شيء ينزل جديد أي تحب دائما تتجدد. طب كونه بالبخور شويه صعب، سالفه بالبخور والعطور مواسم، هو صح مواسم، وعندنا عادات وتقاليد خاصة المرأة، موسم مثلا الشتاء تحب تحط الشيء ثقيل، يعني الشتاء بارد فتحط العطور الثقيلة، تحط دهن العود الكمبودي، تحط مثلا البورمي، تحط اللاوس، وأنا ما شاء الله عندي مجموعة من البنات ما شاء الله عليهم ذوقهم شيء خيال، يعني عرفت، يعني أنا استغرب يقول أنا أحب اللاوس، اللاوس ريحته ثقيلة، احب الهندي، احب كذي احب كذي، فهو صح كل موسم، لا مثلا عند الشتاء يعتبر ملك العطور، الشتاء الجو بارد ويستقبل اي عطر، العطر اي عطر تحطي اي اي عطر، وخاصه انا اتكلم عن العطور العربيه البخور والدهن العود، ما شاء الله يميز في فصل الشتاء، وهذا مو دليل ان احنا بالصيف او بالربيع ما نحط، أكيد. لا نحط، لأن ما شاء الله ديرتنا باردة، في ما أقصد الوذر نفسه، لا أقصد سياراتنا باردة، دوامنا بارد، وأماكن اللي بنروح لها المجمعات باردة، فما يمنع أن احنا نحط يعني حتى بالصيف بس مناسبات مثلا، بس بتختلف يمكن النسب بقوة قوة الشراء تقصدين، أو قوة الرغبة في الرغبة بالعود أو نوعية البخور. صح صح،
تصيروا تتطرقوا شوي يمكن للنعومة أكثر أو بتحاولوا تخففوا نسبة التقيل عن الخفيف وهذا الكلام مظبوط؟ أكيد مزبوط. أنا بالصيف يعني لما أصمم أصمم العطور يعني اللي تناسب حق الصيف أكثر، يعني أنا ما ودي أقول صيف وشتاء لأن أنا شخصياً أستعملهم على طول، يعني صيف وشتاء هو رهيب البخور والعود ما بيستغنى عنه صيف شتاء ربيع. لا صح بالعكس بكل المناسبات هو من الكماليات، يعني مو معقولة يعني مثلاً وحدة تأخذ اللوك مالها كامل بدون لا تطيب نفسها بدون، بعدين المرأة أساساً يعني هي دائماً تحب تكون كاملة من كل شيء وما تحبها ينتقدها. على العموم رشيد المسلم أنا بدي أتشكرك كثير وإن شاء الله كل اللي عم بيسمعونا أيام كلها بخور وعطور والدنيا تحلى بهيدا الجو. شكرا لك على هيدا الحوار. مشكورين وما قصرتوا، حساكم على القوة إن شاء الله. شكرا مشاهدينا، من بعد الفاصل خليكم معنا مستمرين بعالم المرأة والموضة والجمال مع ستايلك. من بعد الفاصل خبيرة التجميل منى حمود وحوار حول أنواع المساجات المختلفة وفوائدها. راحة الجسم بتعكس بطريقة إيجابية أو سلبية على جمالك. اتعرفي على أسرار المساج الصحي مع الخبيرة منى حمود. في ضغوطات كتير بتواجهها من ناحية النفسية أو الجسدية، واليوم رح نخصص موضوعنا لرياحة المرأة بالكامل مع خبيرة التجميل منى حمود. أهلا وسهلا فيك منى. شكرا منى. طبعا بعرف أنه أنت خبيرة التجميل وشاملة كل أمور تجميل المرأة، بس اليوم رح نتطرق لموضوع المساج ونحكي عن راحة المرأة وشو الربط بينها وبين حياتها. البداية أول سؤال بده يكون مفهوم المساج من وجهة نظرك وشو هو ارتباطه بحياة المرأة؟ شوفي أنا بقول إنه المساج كتير مهم بحياتنا. ليش؟ لأنه نحنا بس نطلع هيدا ستريس ونعمل المساج لأنه بيطلع ستريس من الجسم في محلات يمكن معينة أكتر من ناس، بس المهم نحنا بس نعمل مساج بحس براحة، بس نروح على البيت في اهتم بولادي يكون عندي شوي مني من نفسي، بحس حالي في اهتم بولادي ببيتي بجوزي بالشغل، فبعطي اكثر. يعني طبعا المراه هلا صارت يعني كثير اشغالها ويمكن اكثر من المعتاد، كل يوم عندها اشغال وعندها ضغوطات وعندها يعني حياتها الزوجيه العمليه كله هيدا بيطبع بعضه، ونحن بنسمع كثير بانواع المساجات، فبدك تخبرينا شو هو النوع المناسب للمرأة حتى تكون الست برياحة كاملة. اوكي انا غير عنك، انت غير عني، جسمك غير عني وانا جسمي غير عنك، كل وحدة غير عن بعض. يمكن انا مثلا بحمل ستريس بمناطق غير عنك، فنحن بس نشوف الزبونة بتجي لعنا يمكن هي بتجي بدها تعمل ريلاكس، بس انا عندي جوا بفحصها شوف المحلات اللي هي عندها ضغط أكتر شيء فبركز عليهم وبقلها أنت عندك استرس هون بدك تعالجي هيدا المنطقة، يمكن جاي بدها تعمل فول بودي بس يمكن هي ما بتحتاج فول بودي، حتى لو عملت لها فول بودي بدي ركز على المناطق اللي رح يريحها بالجسمة، يعني رح يريح جسمها. أنت كخبرة يعني وعم طبعا عم بتستقبلي كل المجموعة من السيدات إنه بيخضعوا للمساج، شو برأيك يكون أفضل مساج ممكن نتبعه حاليا؟ يعني حتى إنه يعني تكون شوي مخففة عن نفسها حتى لو هي مش عارفة شو هو الصح لها بالمساج. كوجهة نظرك أي أفضل مساج بالوقت الحالي؟
حسب الجسم، حسب شوفي المساج مش على أنا بدي أعمل هيدا النوع المساج. في ناس بتتطلب صح منى، صح في ناس بتقول أنا رايحة بدي أعمل هالشي هيدا مزبوط معين. مزبوط، بهم بس هي الخبير اللي عم تعملها، هي رح تقلها يمكن هي ما حاسة بمحل، ما هو كله مرتبط ببعضه. في محلات يمكن ما نحس انه في وجع، بس نحن ندقرة تقول لا عم يجعني، فنحن بس نعمل مساج. في محلات معينة نحن ندقرهم يمكن هي منا حاسة فيهم، بس ندقرهم تقول هي عم يجعني، لأنه مرتبط مثلا برقبتها، مرتبط بركبتها، مرتبط بكل المحلات، فهي مش عارفة لأنه هي عم تحس بوجع كامل، ما عم تعرف من وين بالضبط عم يجي الوجع. يعني هيدا الموضوع صار هلأ يمكن شوي مفهومه كتير أوضح، إنه الست تلجئ إلى المساج وتترك الخبيرة بخبرتها هي تقدر تعطيها شو هو الأنسب لإلها، أحسن ما هي تطلب يكون غلط أكيد كخبرة حتى يعطي نتيجة أكتر. طب بدنا نسألك منى، في بعض السيدات يعني مثلا بس تعمل مساج بتخلص من المساج وبتحس نفسها تعبانة، رغم انه بتكون يمكن طالبة مساج ريلاكس مساج او انه whatever النوع يكون، فشو برأيك بتكون الاسباب؟ صح، انا بقول انه اوقات اذا هي عندها ستريس كتير رح يوجع بعدين. ليش؟ لانه هي عم بتطلع هيدا الدم المحصور يعني المسموم اوكي من جسمها اوكي، ف اكيد هي رح تحس بوجع. ليش؟ لانه نحن عم نمشي الدوره الدمويه اوكي، بس يكون عندنا ستريس مثل بيحصر، فبس نعمل المساج بيمشي الدوره الدمويه فبيطلع هيدا التوكسين، بيطلع هيدا الدم المسموم، فهي رح تحس بشويه وجع يمكن يوم او يومين، بس اكيد رح يخف بعدين، رح تحس حالها احسن بكتير. كل قديش ممكن انها تعمل مساج؟ كونه انه بيلعب دور كمان كطبي، يعني ممكن احنا نقول المساج من اللاين او خط الطب شوي، لانه بيشتغل على الاوجاع وبيشتغل على خبرة الموظفة انه كيف تقدر انها تعرف شو مشاكلها. فكل قديش ممكن انه المرأة تكون بالسيفت وتقدر تخضع لمساج؟ شوفي في كل كتير ناس مثلي انا بحب اعمل مساج كل يوم، يعني ما في مشكل. ايه ما لا في مشكل. ليش؟ حسب النوع، نحن بنحب نعمل شيء بس في شيء مش منيح، اذا بنعمل شيء اوفر اوكي رح يعطينا نتيجه سيئه، ما رح يساعدنا. فصلي لنا اياه هون عشان يكون اكثر اوضح، يعني شو اللي مناسب انه يتعمل على طول كونك عم بتقولي حسب نوع المساج. حسب مثلا العلاجة الميديكال اوكي، هيدا على محلات معينه نحن بنعمل لها هيدا المساج. إذا عملناه أوفر رح تحس بوجع كتير، لأنه نحن عم نحرك الدورة الدموية وكمان عم نعمل مساج للعضلات، فأنت رح تحسي بوجع إذا عملتي كل يوم. في وقت معين نحن بنعمل هيدا مثلا ميديكال مساج 45 دقيقة، في ناس لا بدي ساعة ونص وبدي ساعتين، هيدا شيء تاني، نوع تاني. يمكن إذا نحن بدنا نريحها من الاسترس وبدنا نركز على المناطق لازم يكون الوقت محدود، ومثلا حسب الحاله يمكن الا مثلا تعي مرتين بالاسبوع، يمكن تجي ثلاث مرات بالاسبوع، يمكن تجي مره بالاسبوع، حسب. يمكن تبلش ثلاث مرات بعدين تصير تخف لانه خف الوجع عم بتعالجه. تستعملوا اشياء تانية غير الايد مثل ما عم بتذكري انه مثل موجه، ومثل في ناس بيحطوا ستون، في ناس بيحطوا شمع على الحراره. فخبرينا شو ممكن انه تعملوا اشياء هيك. نحن كثير بنحب الاربل، بنحب الاورجانيك، فنحن كمان بنستعمل الاربل بولز، بيحموا مثل الستون وبنعمل كومبينيشن معاهم اوكي. هيدول شو بيعملوا؟ بيعطوا بريشر. انا من نوع كتير بحب البريشر، مش بس مساج بالاويلز، انا بحب انه حدا يضغط على ظهري، يضغط على اجري، وكمان بحب الوحده تطلع هي فايته بالجو، بدها تريحك، بتطلع عليك تعمل لك بريشر على مناطق هي وعجنب ما فيها توصلن اوكي. فانا بحس انه اذا نحن استعملنا هي اتس كومبينيشن، يعني خلطنا هيدي مع هيدي، انت رح تحسي عم تهتم فيكي اكثر وهي عن جد عم تريحك. هو دائما لما يكون شيء مدروس ومتقن وصحيح اكيد بينجح. وبعدين انت هلا خليتيني اتشجع نفسي اعمل مساج قد ما حكينا بالموضوع انه كتير مريح وخبرتكم مبينه وواضحه منى. انا بدي اتشكرك كتير. ميرسي لك. شكرا.
تعرفي على ماهية قناع الذهب وتألقي به كالملكة من بعد الفاصل. جمال المرأة من جمال صفاء بشرتها. كتير انطرح بالسوق ماسكات للبشرة، بس اليوم رح نسلط الضوء ونحكي عن ماسك الذهب التاريخي والقديم مع أخصائية البشرة إكرام. مساء الخير إكرام. مساء النور حبيبتي. إكرام، كتير طبعا ذكرنا أنه في كتير ماسكات موجودة للبشرة بالسوق. طبعا اليوم رح نحكي عن ماسك الذهب القديم والتاريخي، بس قبل ما نفوت بالموضوع خلينا نحكي عن الماسكات الموجودة وبالذات عنكم أنتم بالمكان. نحن عنا موجود بالبيوسفير أكثر من 10-12 نوع ماسك. هو ماسك الفضة، عنا ماسك الذهب، عنا ماسك اللولو، عنا ماسك النضارة الكولاجين، عنا ماسك الأتربة النادرة اللي بنحط على الحبوب إذا كان في عند الست أكيد مشاكل ببشرتها. بس هلأ أكثر الشيء يعني باستخداماتنا اليومية عم يصير عنا طلب على ماسك الذهب والفضة، لأنه هلأ يعني المتواجدين أكثر بالأسواق عليهم يعني مثل ما قلت لك طلب. كونه قديم هيدا الماسك، يعني يمكن قبل شوي كنت عم بتخبريني انه هيدا كتير له تاريخ قديم وما زال هلا له قيمة كتير كبيرة ونتائجه كتير كبيرة على البشرة. فخبرينا كيف هو قديم وكيف بعده حيز على الدرجة الأولى تقريبا بصفاء البشرة. هلا هو معروف انه ماسك الذهب هو اكسير الشباب والجمال الدائم. معروف انه كليوباترا والشعوب الرومانية القديمة كانوا يستخدموا الذهب بعلاجات البشرة والجسم. وهلأ من سنتين تقريباً صرنا عم نلاقيه بالأسواق وبالصالونات والمراكز، ويعني عم نلاقي فوائد كتير قوية كعلاجات للبشرة وللجسم. كونه ذهب مزبوط، وعم نذكر أنه ذهب، هل هو بالفعل في قطع ذهب أو نترات ذهب؟ في أكيد بقلبه، هو المكونات بيجي من الكالسيوم، ذهب من الكالسيوم، في كربون، في أكسجين بقلبه، وفيتامينات بيولوجية. يعني هيدا المكونات تقريبا اللي ذكرتيهم. نعم. طيب هلا انا وياكي بدنا نفوت نبلش نطبق، بدك تطبقي لنا هيدي ماسك الذهب على العارضه ونشوف سوا كيف نتائجه ونشوف فوائده وكل شيء رح نحكي فيه تطبيقيا. ان شاء الله. تفضل. هلأ أنا قاعدة مع إكرام ورح نبلش بالجد ونشوف الطريقة خطوة بخطوة إن شاء الله. إكرام هلأ أول شي شو بدك تبلشي بالعادة؟ هلأ أكيد حبيبتي بعد ما شلنا المكياج حنحاول ننظف البشرة كتير مليح بالسنفرة، أكيد أول شي ميلكو تونيك سنفرة، وبدنا نعملها على الماشين مع الفوكيوم منشان هيقلى بشرتها منشان نحط الماسك ونشتغل بالماشين الشد. طيب هلأ بدنا ننظف البشرة بالكريمات الموجودة عندكم بيوسفير. بيوسفير. ونرجع نشوف الماشين شو مفعوله مع العلاج. إن شاء الله أكيد. لازم يعني الست إنه تخضع للتنظيف عميق قبل ما تحط الماسك. نعم.
حتى انه يتغلغل، ولا انه هو لازم يكون على نظافه مشان البشره تمتص وتستفيد منه الست اكثر؟ لانه اذا في اوساخ ميكروبات على سطح البشره وضلت يعني ممكن تسحب البشره لجوا ونكون عم ناذي الزبونه مش عم اي عاده بهيدي الماسكات بخافوا منها، يمكن لما يتنظف البشره بعمق بيقولوا ممكن تتحسس ممكن لا لا تحمر. فانتم ماسك الذهب كثير امن على البشره؟ اكيد كثير امن، لانه احنا عم نتبع الخطوات كلها قبل ما نحط الماسك. لازم كل البشرة تنملى بالماسك الدهب. أكيد البشرة والرقبة. مكوناته بالتفصيل إكرام، خبرينا عنها للماسك. حبيبتي الذهب من الكالسيوم، عندك الأكسجين، كربون وفيتامينات بيولوجية، هيدي مكونات لكل انواع البشره. بينفع لكل انواع يعني البشره ولكل الاعمار، ترهل مثلا ناشفه يعني بتكون مرطبه بتكون فيها دهون، كله بيمشي لكل حاله لكل انواع البشرات والاعمار، خصوصا للست بعد عمر الأربعين سنه، لانه بتكون بلشت بشرتها كثير تفقد مي والستين وكولاجين، مشان يعزز لها هالمخزون اللي تحت الجلد. شو هي النتيجه اللي بتحصل عليها السيدة على ماسك الذهب؟ يعني النتائج اللي ممكن تلاحظها على طول مباشرة بعد الجلسة؟ أكيد حتحس بشرتها صار فيها لمعة، إضاءة، بيعطي سماكة للجلدة وملمس ناعم وحلو ونضارة. يعني بتستغنى، يعني ممكن بالمناسبة بتستغنى لموضوع التقشير والسنفرة وهالأمور، ممكن تعمل هيدي الجلسة تكتفي فيها قبل مناسبة. أكيد هو أكتر شيء قبل المناسبات نحن الستات عم يستخدموه، لأنه كتير عم يعطيهم تصفية للبشرة، بيعطيهم نضارة ولمعة كتير قوية ونعومة للجلد والملمس. طبعا حلو لكل البنات يستخدموه، بس كمان العروس إلها هيك جمال أكتر لما تحط الماسك الذهب وتحس إنه في تغيير صار. أكيد. وتهيأت لمكياجها ولعرسها والمناسبة. أكيد. بالكامل نحن عنا على طول في برامج عروس مسوية هون عنا بالمراكز، وكتير يعني العرايس عم يلاقوا فايدة كتير قوية، لأنه العروس لازم تدلل حالها قبل العرس. أكيد لازم. أكيد إنسان. هلأ بيقعد قديش فترة، يعني ممكن مدة الوقت اللي ممكن يقعد عليها على البشرة؟ نص ساعة مع تفريك، وأكيد نحن حنستخدم جهاز شد للبشرة إيطالي بعد الماسك إن شاء الله. هو لازم يتبعوا معه الجهاز، ولا انتوا حسب الخبره بتجملوا الموضوعين مع بعض انه جهاز شاد مع الذهب؟ لا اكيد من خلال خبرتنا عم نلاقي فوائد اقوى، يعني الماسك الذهب مع الجلسه الشاد اكيد بتكون فايدته اقوى ما يكون لحاله. هلا حندخل السيروم بالبشره لنفركه. السيروم شو موقعه بالماسك الذهب؟ السيروم بيسهل يعني عملية الفرك، عملية الفرك وادخال الذهب على المسام لجوا. هلا عم بلش نفرك الماسك. نحن الماسك الموجود عندنا مش مثل باقي الماسكات اللي بالمراكز الثانيه، لانه البشره بتمتصه لداخل لجوا، يعني مثل كانه بيدوب على البشره. بيدوب. الست يعني كل قديش بالوقت؟ يعني كل اسبوع مره. كثير حلو انا الست تستخدمه، بتلاقي نتائج دائما مضمونه او ثابته نتائجه، ما ممكن مثلا يخف مع الوقت، او انه اذا تابعت بكل اسبوع مره بتضل حاصله على النتيجه اللي بدها اياها. اكيد مع المتابعه اكيد حتلاقي نتيجه افضل وافضل. سوي علشان خبرهم اكثر انه رح تاخذ نتيجه من اول مره، فيجوا لعندكم ويجربوا ماسك الذهب. اهلا وسهلا. بتقدري تفوتي لتحت العين ولا هيدا له كمان؟ اكيد على كامل الوش والرقبه ومنطقه العين. Thank you.
هلا اكرام يعني الماده امتصت البشره بالكامل على الاخر مثل ما انك شايفه المسام يعني تشربت البشره كله لجوا ما ضل شيء برا نهائيا. يعني طريقة الفرك هيدي دخلت المادة وامتصتها على الأخيرين ما تفتفت مثل العادي مثلا ممكن إنه ماسك ينزل لا هيدا ماسك البيوسفير غير أي ماسكات تانية البشرة مثل ما قلت لك بتمتصه لداخل غير ماسكات بينغسل ولا كأنه لأنه أنا عم شوف إنه اختفى ولا نتر ولا نزل ولا عن شي. الإيد هلأ بتنطفي البشرة من السيروم وبتبلشي بي بجلسة الشد اللي هو بشد وصلنا لفقرة الطبيعة 1 minute استفيدي من وقت فراغك واعطي جمالك طرق صحيحة ومفيدة تزيدك حيوية وجمال. لا تستغربي انه مي البقدونس رح يزيد بشرتك حيوية وانتعاش. الطريقة سهلة وما رح تاخد منك دقايق بتحضيرها. غسل البقدونس وخليه بالمي كم دقيقة وغلي البقدونس لمدة 10 دقايق. وبعد هيك صير استخدمي البقدونس والمي كغسول يومي لمدة اسبوع دايما. مشاهدينا هيدي الطرق لازم تكرريها حتى تاخدي نتيجة فعالة تلاحظيها بنفسك. مع ستايلك الحياة حلوة وآخر صيحات الموضة عم نوفرها بالبحث والمتابعة. كوني السباقة وعلى دراية كاملة بعالم المرأة يلي بيجمع ما بين الأناقة والجمال حتى يكون إلك طلة كلها أنوثة ورقة. بشوفكن الأسبوع الجاي مع ستايلك. تصبحوا على خير.